المرحله دي كده ما خلصنا بروجكت الاورينت، احنا كده المفروض الحمد لله خلصنا الكورس الاساسي بتاعنا، خلاص كل اللي احنا قلناه وكنا عايزين نعمله خلصنا. ف احنا المفترض ان احنا كنا موعدينكم بجزئيه اللي هي بتاعت الباي سبارك ان شاء الله يعني. فهل في حد لأي اقتراح او اي شيء؟ احنا خلصنا تقريبا الكورس بتاعنا الاساسي، باي سبارك هنعملها انتروداكشن. لو في ناس عايزه تتكلم في ايه اللي ممكن نعمله بعد كده، الكورس اللي جاي ممكن نعمله اللي بعد كده يبقى ايه، او نخليها بعد الباي سبارك لو انتم حابين زي ما انتم عايزين يعني، ولا ايه رايكم؟ دكتور هو كده الباي سبارك هيبقى يعني الجزء بتاعه كم محاضره تقريبا؟ احنا هندي انترودكشن يعني مش هنتعمق فيها قوي، فاهمني ازاي، بحيث الناس تبقى عندها خلفيه كامله عن الموضوع بس بدون تفصيل، لان الموضوع طويل، الموضوع بتاعه طويل. وانا يعني بصراحه ممكن اكون الكورس اللي جاي او المستوى الثالث هعمله، يعني بتخيل ان ممكن اعمله الباك اند بتاعه البيج داتا ابلكيشنز، سواء كانت موبايل او ويب، باك اند البيج داتا ابلكيشنز، فهشتغل على باي سبارك واعمل الباك اند بتاعتك ويب كريست فول اي بي اي، بس تبني احنا كل خباكم في ريست فول اي بي اي، المرات كل اللي احنا عملناه احنا بنتكلم ريست فول اي بي اي جافا، تمام؟ المره دي ازاي انا ابني بقى ريست فول اي بي اي، يعني انا عايز اقول له يعمل اد، فيبقى في يو ار ال انا اللي هعمله وهو من خلاله بيشغل الاد، او من خلاله يشغل الابديت، او من خلاله يشغل دي طبقا للي انا عايزه. فانا فاهم برضو الفكره دي محتاجه تفصيل، لكن احنا لما كنا بالنادي على انا ما بنان على اليو ار ال ده مثلا وبعت له البيانات دي، هو بيضيف في الداتابيس صح؟ طب لو انا عايز اعمل بقى يو ار ال مختلف، بس لما اجي اضيف هاكد على حاجات معينه واعمل حاجات معينه واضيف او ما اضيفش، مين بيتحكم في القصه دي؟ احنا ما اتحكمناش فيها، احنا بننادي عليها بس، احنا بننادي عليها فقط لا. فازاي نعملها بحيث ان الموبايل ابلكيشنز تقدر تعملها لوحديها، والويب ابلكيشنز تقدر تعملها لوحديها، تقدر تنادي على العنوان انا اللي محدده وانا اللي بعمل فيه الافكار بتاعتي وتشتغل. تمام، فهمتني ولا ايه؟ مش واصله. مين كان بيسالني اول؟ انا يا دكتور، انا طاهر. احنا فطبعا ليه بنقول بيج داتا ابلكيشنز، هنوضح ليه الكلام دوت، يعني مش باك اند عادي، باك اند البيج داتا ابلكيشنز فيها فرق كبير، لانك هتشتغل مع بيج داتا بيس تكون بيج داتا وبروسيسنج انجن اللي هو الباي سبارك برضه بتاع بيج داتا، فانت هتبقى اتنقلت نقله ثانيه خالص، وفي نفس الوقت ينفعوا للبرامج العاديه، ينفعوا برضه للابلكيشنز العاديه. فتخيل ان ده ممكن يكون مستوى محترم جدا قوي جدا طبعا، فيبقى انت باك اند اصلا المفروض الناس تقدر تشتغل، يعني في شركات بتطلب باك اند ديفلوبر بس خلاص على كده، او نشتغل فرونت اند، او نخليها بعد ما نتكلم على باي سبارك لو انتم حابين يعني. خلاص هي كده، يبقى احنا ناخد الجزء بتاع باي سبارك زي ما حضرتك محدد من الاول، ونكمل بقى في الشغل اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو الباك اند بقى البيج داتا والشغل بتاعها. حاول الله اعلم، خلينا نتفق يعني. نعم، دي ده رأي يعني من راي حضرتك، يعني نخلص الجزء بتاع الباي سبارك اللي حضرتك كنت محدده في الكورس ده تبع الكورس ده، بعد كده اذا كان هنكمل بقى في الـ في الـ في الباك اند بيج داتا وكده، هيبقى الشغل متتابع، سيكونس متتابع كويس جدا يعني. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب يبقى نعدي الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله بعد ما نخلص كده، ناخد انترودكشن محاضرتين كده او ثلاثه بالكثير عن الباي سبارك، نوضح كده بس الدنيا والشغل بتاعه، وان شاء الله نتقابل على خير باذن الرحمن على ميعادنا ان شاء الله. ماشي يا شباب. حضرتك عايز تسال؟ يا دكتور، بالنسبه يا دكتور، بالنسبه للاورينت دي بي، يعني احنا اتكلمنا بالتفصيل عن الجينيريك كلاس، تمام، لكن احنا ما اتكلمناش على الفيرتكس والايتش. ماشي، عشان اوضح بس الكلام، احنا اتكلمنا على الدوكيمنت داتابيز اللي جوه الاورينت، ما اتكلمناش على الجرافيك، ما
باختصار، لان كل الحاجات الثانيه خاصه بالجراف داتابيس، فهتبقى ثاني من انواع الداتابيس جواها برضه، فاهمني؟ اللي هي الجراف. فبتستخدم المحتوى اللي شغال في الجزء الخاص بتاع الاورينت دي بي في الانترنت فقير شويه، ما حدش فقير شويه في ال فما حدش يعني جديده، يعني حاجه حديثه طبعا وحاجه جميله يعني شامله فلا كل الحاجات الحديثه هتلاقيها كده، يعني اورينت وهتلاقي الباي سبارك كده وهتلاقي الحاجات دي كلها، مش هتلاقيها يعني. بس ده مش ضعف منهم، ضعف من عقبال العرب استحق يعني، كائن انا ما ببصش بس عشان مبقاش كاذب يعني، بس اتخيل ان العرب مش هتلاقي حد بيتكلم في الكلام ده، اتخيل والله اعلم يمكن في حد بس انا ما اعرفش، بس اتخيل ان مفيش حد هيتكلم في الموضوع ده بالظبط. فموضوع شيق وجميل جدا يعني، فكنا محتاجين يعني نستسمح حضرتك حتى لو بعد كده يعني. انا حضرتك قلت لكم خلاص يعني بلاش ناخد الاورينت زي ما اخذنا مثلا ماي سيكول، بس اخذنا عمليات مباشره ولا زي ما اخذنا البوس بتاعه عمليات مباشره، فصلت لكم في الاورينت شويه وقلت لكم مفاهيمها ورتبت لكم قدر الامكان، لكن اخذت نوع واحد من الداتابيزز مش يعني عشان الوقت، احنا دلوقتي دخلنا في 16 محاضره الحمد لله يعني 16 محاضره ولسه عايزين نكمل حاجه باي سبارك. فالفكره كلها ان احنا يعني هنخش لنا مثلا في قرب 20 محاضره في كورس واحد، فان ازاي فكتير، فيعني انا عارف ده، عارف ان احنا ممكن ان شاء الله يعني انا ممكن اخد الجزء بتاع الاورينت ان شاء الله يعني اقطعه من الكورس هنا خالص واعمله كورس اسمه اورينت داتابيز بس، وهزود عليه ان شاء الله الجراف داتابيز بس، ده خارج الكورس ده، لان كده كورس انا يعني في ناس منكم بتكلمني دايما ان هو كورس طويل وايه كل الكميه دي من المعلومات، مع اني شايف ان الموضوع الكورس بسيط وسهل. هو الكورس بسيط وعايد نفسه في حاجات كتير يعني، لا لكن في بصراحه شغف ان الواحد يعني كان نفسه يكمل في اورينت تي بي جميله جدا. كان نفسه يعني. ما انت موجود فيها، هو انت اصلا ما خلصتش احنا خدنا نقطه في بحر يا دكتور. ايوه انت ما خلصتش الدوكيمنت داتابيس اصلا، انت اخذت البيزكس بتاعت الدوكيمنت داتابيس لسه يعني اقصد يعني القصه ما بتنتهيش في مجرد انك عرفت كل عرفت التفاصيل الرئيسيه، ده في ديتيلز كتير تاخدك فاهمني، ومحتاجه منك وقت وشغل و و و احنا كويس فتحنا الاورينت واشتغلنا عليها وعملنا نوع من انواع التبيزس اللي فيها وعملنا كل العمليات عليها حلو كويس جدا فاهمني، يعني في ناس بتنزل كورس اورينت بس كده بس وبتشرح فيه بقى على فكره دوكمنت داتابيز بس، وفي ناس بتنزل اورينت بس جراف داتابيز بس لاخره يعني، ممكن تعمل الاثنين، بس انا اقصد يعني ايه يعني امسك اللي في ايدك يعني في ايدك امسكه، اللي قريب منك ده اللي هو زي ما بيقولوا عصفور في اليد خير من الف على الشجره، لو انت معاك حاجه يعني خش بقى فيها بقى اتعمق، انت مش فتح لك الباب اتعمق ايه المشكله. وبالنسبه للجراف هو بس المحتوى عامه في على الانترنت فقير شويه بس مش اكتر. طب انا ممكن انا عندي اختيار ثاني يعني، ممكن نكمل في الاورينت اديكم الجراف داتابيس تمام، واديكم معاها ازاي نعمل ريست فور اي جي الباك اند تمام، ونخلي الباي سبارك في ليفل ثاني يعني، يا اما الباي سبارك نطلع له الانتروداكشن بتاعته يعني، يا اما ناخد الباي سبارك الانتروداكشن بتاعته، يا اما ممكن طب الاورينت يا جماعه ناخد جراف وناخد ريست فور اي جي يعني، نعمل بس كده باك اند بسيطه بحيث ان يبقى جاهزه للموبايل ابلكيشن والويب ابلكيشن، واخدنا الجراف مثلا وخلاص على كده تمام، ودي تبقى مقدمه للكورس اللي جاي، دي تبقى جميله جدا ايه، ودي تبقى مقدمه جميله جدا للكورس اللي بعديه. ماشي انا موافق، بس لازم زمايلنا برضو عشان ما نبقاش احنا يعني انا وانت طبعا 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 ليهم رايهم يعني لما يحبوا، اما يعني الجزئيه ناخد الاورينت خلاص احنا اخذنا الدوكيمنت، طب ناخد الجراف بس ناخدها وناخد معاها زي نبني الباك اند اللي هي ريستفول اي جي يعني، ولو ببساطه فاهمني، ولو ببساطه، وبعدين نعمل بقى الايه البيج داتا باك اند ابلكيشنز، نبقى ناخد فيها بقى الباي سبارك وناخد فيها بقى الشغل بتاع اللي هو الباك اند بالتفصيل والكلام ده كله زي ما
انا بالنسبه لي، سيان يعني، انا ما عنديش مشكله ان شاء الله. فمحمد مرزوق بيقول موافق، وفريد بيقول موافق في الشات، فريد الباقي اللي معانا يقول رايه يعني. محمد ابراهيم، وفي طاهر، وفي طه مهدي، او عايزين نذكر المره الجايه يعني راح. بس انا بحب اخد القرارات على طول يعني، عشان ما اقعدش متعلم. فمش هينفع المره الجايه نقول ها يبدا ايه فيهم يعني، نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. ممكن نكتب لحضرتك يا دكتور على الشات، عشان لو باقي زمايلنا يعني طه ما يعرفش حاجه يا دكتور. طه معاك انت عارف هقول ايه. هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 لا، انا معاك محمد رايح يا دكتور. يلا على خير. طيب انتوا برضو اكتبوا كده للناس زمايلكم، احنا ممكن نعمل الجزء اللي جاي، يا اما ناخد نكمل في الاورينت، ناخد الجراب داتابيز ونعمل الباك اند بتاعتنا بريستفول اي باي، او نكمل باي سبارك المحاضرتين التانيين او انتروداكشن. شوفوا اللي انتوا عايزينه. انا بالنسبه لي ان شاء الله مفيش مشكله باذن الله، زي ما هتتفقوا هنكون باذن الله. ماشي ماشي يا دكتور. ماشي، يلا استاذنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.